اهلا بكم اعزائي المشاهدين في درس مهم جدا جدا للناس اللي شغالين في مجال الفيديو ايديتنج. هنتعلم فيه نعمل ازالة للكرومة سواء كانت جرين سكرين او بلو سكرين بثلاث طرق مختلفة، وكمان لو في جزء لون مختلف عن الجرين سكرين ملهوش علاقة يعني بالجزء ده ازاي نعمل له كروب او قص من الفيديو عشان نعمل في الاخر حاجة احترافية زي اللي هتظهر قدامكم دلوقتي. ودول كانوا في الأصل عبارة عن 3 فيديوهات وأنا ضربتهم مع بعض بإزالة الكورونا بتاعت كل واحدة منهم. من خلال الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله لو واحد بيتفرج على الفيديو بس مش محترف برنامج الأدوبي بريمير يتفرج ويطبق بس إن شاء الله هيعرف يشتغل معايا خطوة بخطوة، إنما لو حد عايز يحترف التعامل مع البرنامج الأدوبي بريمير فأنا كنت شرحت تدوين قبل كده اتكلمت فيها عن إحنا إزاي نبدأ المشروع بتاعنا ونفس الصوت عن فيديو ونكتب على الفيديو ونسرع ونبطأ أو نعكس حركة الفيديو ونثبت فريم لغاية تصدير الفيديو بشكل نهائي، وبرضه عمل ترانزيشن وهتلاقوا حاجات كتير الفيديو كل ده في 21 دقيقة. هتلاقوا الفيديو ان شاء الله الرابط بتاعه في الديسكريبشن اسفل الفيديو تقدروا تتفرجوا عليه للي عايزه. في الفيديو بتاع النهاردة بقى هنبدأ نطبق ازالة الكروما او الجرين سكرين. طبعا هي الالوان الشائعة فيها هي الجرين او البلو اللي هو الازرق او الاخضر، وفي الغالب بيكون اللون الاخضر. مبدئيا احنا محتاجين قائمتين او 2 تاب، الافكت كنترول والافكتس. لو مش ظاهرين عندكم في البرنامج فتبدأوا تروحوا على التاب بتاعت ويندو تدوسوا عليها، وبعدين على الافكت كنترول والافكتس تدوسوا عليهم عشان يبقى قدامكم علامة صح كده ويظهروا معاكم بالمنظر ده. بعد كده بنبدأ ان احنا نعمل امبورت للفيديوهات بتاعتنا، دبل كليك هنا في المكان ده ندور عليها وبعد كده نتك عليها واوبن. بعد كده عشان ننزلها في التايم لاين نبدأ ان احنا ندوس عليها كده ونسحبها هنا، او ان احنا نتك على رايت كليك وندوس انسيرت، ويا ريت نراعي ان المؤشر يكون في مكان فاضي عشان الفيديوهات تنزلش على بعضيها، عشان في ناس عندها مشكله في السحب والافلات دي ما تشتغلش عندها، فتقدر تدوس على رايت كليك وبعدين انسيرت. بعد كده نروح على افكتس ونكتب كي كي اي واي، هيبدا يطلع معانا اوبشنز كتير كده. هنبتدي نختار ان احنا نجرب اول واحده اللي هي الكروما كي، نسحبها ونحطها. بس الاول قبل ما نسحبها نقف على الفيديو اللي احنا عايزين نطبق عليه الافكت ده، فانا عايز اطبق على السنو ده فهبتدي ان انا اقف عليه كده، بعدين اجي على الكروما كي اسحبها واحطها عليه كده. هلاقيها اهي نزلت عندي، وقدام كلر هنلاقوا فيه علامة زي اللي هي القلم كده، هندوس عليها ونروح على اللون الاخضر هنا ونبتدي ان احنا نتك كده. هنيجي عند السيميلاريتي ونزودها بالمنظر ده كده، فهنلاقي ان هي اختفت اللون الاخضر تمام، لو ظبطناه كده اخر يختفي خالص بس اخفى معاه اللي هو التلج ذات نفسه، فكده الافكت ده ما ينفعش معايا فهنتك عليه وندوس ديليت من الكيبورد. الحلو في الحاجات اللي الصغيره اللي زي كده اللي نقدر نستخدمه ويفيدنا هو الالترا كي، نيجي نسحبها ونحطها كده وبرده نفس العلامه بتاعت القلم ونتك هنا، بس هنلاقي اهو الافكت بتاع السنو مراحش. لو جينا نشغل الفيديو كده تمام كده الترا كي اشتغل معانا هنا زي الفل وادى الغرض اللي احنا عايزينه. نيجي بقى لحاجه تانية زي دي، لو احنا نزلنا واحده مثلا على التايم لاين ونلاقيها صغيره بالمنظر ده فنتك عليها رايت كليك وعند سكيل تو فريم سايز نتك عليها فهيساويها بحجم الفريم بتاعنا. فاحنا هنا عندنا قبل ما نعمل ازاله الكروما في كتابات كده على الفيديو، لو انا عملت ازاله الكروما هتروح بس الكتابات دي تفضل موجوده، فاحنا نعمل ايه هنا بقى بتختلف من سي اس 6 او الازرارات اللي هي سي اس 6 فيما تحتيها من السي سي. هنيجي هنا نكتب كروب، دي تنفع مع الـ اي فيرجن من فيرجن بتاعت ادوبي، انما الاختلاف في ان في السي سي زودوا اوبشن ان احنا مثلا ده الفيديو ده اهو ده اللي عايزه فبتك عليه بقف عليه، ومن عند الافكت كنترول اروح للاوبستي هنلاقي في اضافه هنا في ان في زي 3 اشكال، في منهم شكل عامل زي الدائر المربع هدوس عليه وابتدي الجزء اللي انا عايز اعمله بدوس بتك هنا كده وبعد كده هنا وبعد كده هنا وبعد كده هنا بقفل الجزء اللي انا عايزه، فيبتدي ان هو يعمل عليه زي ماسك كده ياخدهولي ويمسح الاجزاء اللي باقيه، انما احنا ما عندناش ده فعندنا نستخدم الكروب. ندوس على الكروب دي ونبتدي ان احنا نسحبها نحطها في الافكت كنترول بتاعتها او على الفيديو ذات نفسه. ايه هنلاقي الكروب نزلت لنا هنا، في هنلاقي هنا ليفت وتوب ورايت وبوتوم. الليفت اللي هو يشيل الجزء من الشمال زي ما انتم شايفين كده، ادي هنا عملناه زي من الشمال. التوب طبعا هيشيل من، بحب ان هو يشيل من فوق، والليفت والرايت من على اليمين والبوتن من تحت.
لكن احنا تمام كده شلنا الجزء اللي احنا عايزينه. نبتدي بقى نرجع تاني ونكتب كي عند كيينج. فنبتدي احنا لقينا ايه الكرو... اه لو خدنا الكرو... احنا خدنا الكروما كي لانها في الحاجات اللي فيها زي ضوء كده ما تنفعش. هنا برضو دي نفس هتعمل معانا نفس المشكله، لو قدمنا كده هنلاقي اهو في زي الغبار ده، لو استخدمنا الكروما كي مش هتنفع. فاحنا لو خدنا الكالر كي دي برضو يعتبر شبه الكروما، ندوس هنا نبدا من عند الكالر تولرانس نزود، هنلاقي هنا ان بدات تتشال اهو كده كويس. لو عملنا زوم بصوا هتلاحظوا هنا زي في خضار كده صغير، يعني يعتبر أدت معاها الغرض بس مش بطريقة احترافية أوي. احنا عايزين ايه نخفي كل الأثر بتاعتها دي بالكامل. نزيل دي الأول وبعدين نستخدم الألترا كي نحطها هنا ونيجي من هنا ندوس اهو. شفتوا عملت إزالة بطريقة رائعة جدا. فاحنا كده بنستنتج ان يعتبر الألترا كي أحسن من الكلر كي والكروما كي. بس احيانا الكار الالترا كي ممكن تلاقي فيها في بعض الفيديوهات التانية اللي فيه بيبقى الخضار بتاعها مش صافي جدا، بتبقى محتاج ان انت ايه ساعات تدمج ما بين ايه الاتنين منهم، مثلا الالترا كي والكلر كي. او ممكن من الالترا كي مثلا لو جينا في حتة زي كده كان في مثلا زي تشوش او حاجة مش عايزينها مثلا في الفيديو، فنيجي من هنا قدام اوت بوت نختار الفا تشانل. او مثلا انا اعتبر ان الحاجات دي انا مش عايزها مع انها تبع الانفجار عادي، بس انا اي حاول ان انا مش عايز عايز اشيلها. فانا اخترت الالفا تشانل، بعديها انزل عند ميت جنريشن واروح على الشادو وابتدي ان انا ابدا اغير في القيمه دي. اهي نزلتها راحت، فلاحظتوا انها راحت. وممكن برضو تلعبوا في الارقام دي، يعني الارقام دي حاجه مش فيكسد، يعني ممكن تبداوا تغيروا منها عشان توصلوا لافضل نتيجه. بعديها تبداوا تقفلوا دي وترجعوا تاني للكومبوزيت بتاعنا. تمام كده اهو عمل معايا تأثير جميل جدا. طب كده بالنسبة للجرين سكرين. البلو سكرين بقى لو جينا لحاجة زي المنظر ده كده، دي جينا هنا فيها بلو سكرين، ممكن نستخدم معاها أي واحدة من التلاتة اللي احنا استخدمناهم. لكن لو جينا هنا بصينا هنلاقي في حاجة اسمها بلو سكرين كي. مجرد ما ناخدها كده ونحطها، خليكم ملاحظين شفتوا اللون اللي ورا اختفى، أو اللون بتاع اللي في الخلفية بتاعتها اختفى على طول أول ما حطيناها عليها. ممكن نبتدي إن احنا نيجي هنا نزود التباين بتاعها أهو، شفتوا زودنا اللون بتاعها كده كان بيحتاج شويه، فاحنا بتاعنا ايه زودناه وظبطناه هنا من كات اوف. وان شاء الله هيبقى فيديوهات جايه نستخدم فيها الكروما كي بقى ازاي نطبق فيها الكروما كي دي بقى في نعمل ونعمل فيديوهات نستخدمها في شغلنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت ما تنسونيش في الاخر من دعمي عمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس للوصول بكل اشعار، واشوفكم في دروس وحلقات تانية جديده ان شاء الله.